اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فقونا فيه على إقامة أمرك، وأذقنا فيه حلاوة ذكرك، وأوزعنا لأداء شكرك بكرمك، واجعلنا فيه من المستغفرين ومن عبادك الصالحين القانتين، واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.